أبراكان، مبروك فوز الأهلي. لعل ما تغير يعني، واللي يسعد جمهور الأهلي إن الفريق اللي كان في آخر الدقائق يخسر مباراة أو يتعادل، اليوم جاب الانتصار في آخر الوقت. هذه هي الميزة الوحيدة كانت في الأهلي يفتقدها، إنه يلعب لآخر دقيقة في المباراة. وفعلا يعني المباراة كانت حقيقة قوية جميلة ممتعة، فريق ضمك كان جيد جدا، مباراة كبيرة، كان خطير، اللعب كان مفتوح. الحقيقة استمتعنا بالمباراة لأنها كانت فيها ندية في الحقيقة. لعب ضمك حتى الدقيقة الأخيرة، ولكن على ما أعتقد الجهود البدني فقدوا في آخر 5 دقائق من الوقت بدل الضائع. عدم التركيز، سجلوا الأهلي هدفين كانت في وقت بدل الضائع. لكن كمباراة الحقيقة كانت مرشحة مين يفوز فيها، كان ما هي باينة، لأن الفريقين كانوا بيهاجموا بيضيعوا فرص وبيقدموا شوط ممتع ممتع، حضور جماهيري ممتع. طبعا يمكن الجو كان يمكن حار شوية في جدة بسبب اللعيبة الأجانب، شايفهم ما قدروا يكملوا بعض المباراة. أنا كنت مستغرب، أو أغلب الجماهير أو أغلب الأهلي كان في استغراب كبير من المدرب من عملية التغيير، لكن عملية التغيير حقيقي نشط الفريق. كان الأهلي يفتقد إلى رقم 6 حقيقي، كان زياد ولا كيسيه بيلعبوا 8 أكثر، فكان وسط الأهلي في نقطة فاضية كانت بيستغلوها ضمك، وكان بيهاجموا من هذا المركز من العمق ومن الأطراف بسبب عدم وجود مركز 6 حقيقي يقوم بدور. لما نزل علي الأسمري أمل يمكن شيء من مركز 6، وأصبح الأهلي أكثر استحواذ على الكرة وأكثر خطورة على مرمى ضمك. المباراة طبعا لما غير كيسيه كان في استغراب، لكن الحقيقة التغيير لما نزلوا عملوا فارق وحققوا نتيجة إيجابية.